افتتح النهارده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بطوله العالم للناشئين لدراجات المضمار، واللي بتستمر ليوم 5 سبتمبر ان شاء الله تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. بيعتبر مضمار الدراجات اللي في استاد القاهره هو أحدث مضمار سباق دراجات في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط. إفريقيا والشرق الأوسط، مش إفريقيا بس. وبيتضمن أحدث النظم والتقنيات العصرية اللي بتتلائم مع المعايير والمواصفات الدولية في المجال ده. أنا بشوف أنه دي حاجة مهمة جدا. حاجة منهم هي أنه إزاي إحنا بنشجع الرياضة في مصر. حاجة منهم أنه إزاي تجهيزاتك الرياضية أصبحت على المستويات العالمية من حيث الكفاءة. ان انت لما بتيجي تعمل مضمار دراجات يعتبر هو الاحدث، مش الاحدث هنا معناها الاجدد، معناها انه حديث، كل الحاجات اللي فيه جديدة، مش يعني جديدة لسه شارينها، احدث التكنولوجيات اللي معمول بيها في هذه الامور. معانا على التليفون نادين ايهاب، اخصائي الاحداث الرياضية اذا صح التعبير. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. ازاي صح؟ الاول فهميني يعني ايه اخصائي احداث رياضيه؟ يعني اللي مسؤول عن الاحداث الرياضيه في الشركه، او يعني هو كذا بوزيشن في الشركه، بس يعني ده معناه. ماشي، سؤال بقى، عايزين نعرف قصه مضمار الدراجات اللي في استاد القاهره باعتباره هو احدث مضمار موجود في القاره الافريقيه والشرق الاوسط، بطبيعه الحال المنطقه العربيه بالكامل. بيتميز بايه؟ ايه اللي فيه؟ طبعا هو الصالة يعني فيها كل الإمكانيات اللي ممكن حد يتخيلها، هي جديدة يعني نظيفة، فيها كل حاجة اللعيبة هتحتاجها، المخارج والمداخل، الحاجات اللي اللعيبة بتستخدمها، فعلا كل حاجة. يعني هو فعلا يعتبر من أحسن الحاجات، يعني من أحسن الصالات للعبة دي في العالم. طب الحمد لله. الحمد لله. طيب بخصوص بقى البطوله اللي احنا بنستضيفها، عايزين نعرف عنها تفاصيل. في كام دوله مشاركه؟ احنا يعني ترتيبنا ايه في وسط الدول المشاركه عاده على مستوى العالم، وبالتالي نقدر بعد كده نبقى ان شاء الله نحط توقعات باذن الله تطلع جيده على ارض الواقع. هم كانوا 47 دوله مشتركه. طبعا منها دول افريقيه وغير افريقيه. كانت النهارده كان الافتتاح، ومن بكره هتبتدي بقى السباقات من يوم 1 لحد يوم 5 اللي هو يوم الاحد. بس النهارده كان الافتتاح، كانت بجد حاجه مشرفه جدا. يعني كل الناس فعلا كانت مبهوره، مع ان هي لعبه مش معروفه مثلا زي الكوره، بس بجد يعني اتعرفنا بالشو اللي احنا عملناه. وطبعا كان موجود رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، رئيس الرياضة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وزير الشباب والرياضة أسف. كل دول كانوا حاضرين، واتعملت في 48 ساعة، هذه مفاجأة. كل ده اتجهز في 48 ساعة؟ لا طبعا استحاله. والله اتجهز 48 ساعه فعلا، صبح وليل بنشتغل لحد ما طلعنا بالايفنت دي. طيب هايل 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 جدا، اشكرك جدا جدا يا نادين.